ايام ساوني جيس كتب تويتر بيقول نادي جديد خلال 3 ايام. اوبا جمهور مانشستر يونايتد قال لك بس نحضر بقى، هيبقى عندنا برونو فرنانديز وسكوت ماكدوموناي وكمان ساول وكمان بوب، هيكون منافس ما بينهم، هيقعد مين برونو ولا هيقعد ساول، والدنيا هتبقى بالنسبه لنا زي الفل. ساول قال لك استنى بس، انا بقول الكلام ده على ان انا هشتري نادي خلال 3 ايام، اللي هو طب وبالنسبه للمنافسه اللي احنا كنا مستنيينها تحصل ما بين بوجبا وما بينك، وكنا عايزين سكوت ماكدوناي، طب انت شغلتنا ليه يعني؟ وفي الاخر يعني جددنا الاجاله والاعاره، وكمان يعني فعلا لسه في كلام قوي على ان هم عايزين ياخدوا روبيو، اللي هو لا ده احنا عايزين ساول احسن يا جماعه. بس الراجل قال لك يا جماعه انا مبتعد عن السوشيال ميديا، وانتوا فهمت كلامي غلط يعني، مش ذنب ان انتوا فهمتوا كلامي غلط والاعلام قاعد يفسر فيه بالطريقه اللي انا عايزها، اللي هو يا ساول يا ابن اللذينه. بس مش ده الاغرب في الماركاتو، الاغرب بقى في الماركاتو ان بعد ما باريس سان جيرمان خلص ماريو ايكاردي رسميا، بيقول لك ان هم عايزين يدخلوه في صفقه مع ميلان بيانيتش ويدوا ايكاردي لليوفنتوس، اللي هو يا اسطى وات ذا فاكينج شيت. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اخيك اسلام حنفي وهذا هذه القناه اسمها بعد الماتش، ومش تخسر حاجه لو عملت لايك او سبسكرايب. كل سنه وانت طيب يا زميلي. احنا دخلنا على الماركاتو، والماركاتو بقى يعني انت عارف اي صحفي بيبقى محتاج اي كلمتين كده يسخنوا الدنيا على اي لاعب والدنيا تبقى بالنسبه له زي الفل. هنبدا طبعا بفريقي المفضل برشلونه. برشلونه معروف عندنا الماركاتو عامل ازاي، هندور على نيمار ونشوف لو طاروا، خصوصا يعني ان احنا مقتنعين لو طار مهاجم فاز بلديات ميسي وميسي عايزه وخلاص هناخده، يعني هناخده. طب احنا هندفع كام في لوطارو؟ بص هو البادجت اللي محطوط للوطارو هندفع 60 مليون، 60 مليون بقى وهنديلهم راكيتيتش وهنديلهم توديبو واحتمال كمان نديلهم فيدال واحتمال نديلهم سميدو واحتمال كمان لو عايزين ياجروا بارتيمو ياخدوه، لو عايزين ياخدوا الملعب بتاع الكامب نو يعني معلش يعني هيجوا يقعدوا شويه في اسبانيا عشان خاطر ياجروا الملعب، هناخد الواد بس مش هندفع غير 60 مليون. انت بقى بيقول لك لا اديني فيدال، انا محتاج فيدال بس انا عايز اكتر من 60، انا عايز اخلص صفقه على 80 85 تبقى بالنسبه لي زي الفل. برشلونه بيقول لك لا اما انا هروح ادفع في نيمار فوق ال 100 مليون، فما ينفعش ان انا ادفع عندك 85 مليون، وكمان يعني ناصر الخليفي هيقعد يشحورني على فلوس هيطلبها مني زياده في موضوع نيمار، وكمان يعني ناصر الخليفي الله يبارك له حدد سعر بيع نيمار 175 مليون، 175 مليون وانت عايز 85 مليون. في حين كمان ان بارتيمو بيطلب من اللعيبه ان هم يخفضوا اجورهم، اللي هو انت عبيط يا ريس ولا اهبل يعني، انت عايز تخفض اجور اللعيبه وعايز تخش الماركات وتخلص فيه 200 مليون انت او اكتر 250 مليون كمان، يعني انت بتاخد مننا عشان خاطر تروح تجيب صفقتين؟ طب هنبيع مين بقى؟ بص هو العالم كل واحد دلوقتي بيحط خطط على اللعيبه بتاعتنا، يعني يعني سميدو قاعدين دلوقتي كله بيتخانق عليه، هو هيروح ليوفي لا هيروح مانشستر سيتي لا هياخد كده ترافيك في اوروبا واحتمال يشوف النادي اللي عايزه، وديمبلي ديمبلي النادي اتصدم لان هو ما لقاش ان في عروض كتيره جايه لديمبلي، وشافوا ان هم هيبيعوا ديمبلي على 60 او 50 مليون، فقال خلاص نخلي ديمبلي عندنا. اما فيليب كوتينيو فكوتينيو حتى توتنهام ما بقاش عايزه، او حتى توتنهام ما بقاش عايز كوتينيو، توتنهام اللي هو كان هيبيض على كوتينيو الماركاتو اللي فات قال لك خلاص مش عايزينه وحلال عليكم. تخيل بقى بعدين كوتينيو وديمبلي وسواريز وميسي واحتمال لو طاروا ونيمار. طب بالنسبه يا جماعه لقلوب الدفاع، يعني مش ناويين نجيب حد مكان بيكي، ومش ناويين نجيب حد مكان اومتيتي، ولا كمان يعني نسند لانجليب حد، لا ما احنا عايزين نهاجم بس. طب قشطه زي الفل، مش دي بقى المشكله. المشكله بالنسبه لي انا واحد كمحب ومشجع لمانشستر سيتي، يعني ليه مثلا بيب جوارديولا ساب كل الناجحين في برشلونه وعايز سيرجيو روبرتو؟ اللي هو طب ليه يا عم سيرجيو روبرتو؟ يعني ممكن يكون سيرجيو روبرتو بديل لديفيد سيلفا هقبلها وهحببها، بس الفكره كلها ان برشلونه في ثوابت ممنوع الاقتراب والتصوير من سيرجيو روبرتو، اللي هو احنا هنبيع سيميلو وكده كده موسى وجيه خلاص، يعني الراجل في انديه عايزاه وبرشلونه ما عندوش اي مانع ان هو يبيعه، فمش هيبقى فاضل غير سيرجي يعني، كمان حتى سيرجي هنبيعه. بس عادي مش دي الحاجات الاغرب في اهتمامات بيب جوارديولا، ده الراجل عايز بونوتشي، وبونوتشي اللي رافض، بونوتشي بيقول لك انا مش عايز اطلع من ايطاليا، اللي هو انا حابب القعده في ايطاليا والقعده في ايطاليا بالنسبه لي زي الفل. تبص بقى على ايطاليا وعلى كبير ايطاليا في الماركاتو، بحب انا انيلي ويوفنتوس في الماركاتو فشخ، اللي هو دايرين باللعيبه بتاعتهم، احنا مش هندفع فلوس، احنا هنديكوا لعيبه وتدونا لعيبه، مثلا هم عايزين زانييلو من روما، تاخدوا برناردسكي وتدونا زانييلو؟ قال لك نفكر واحتمال تكون الصفقه مربحه للناديين بس مفيش حد هيدفع حاجه، وكمان عايزين يجيبوا مليك، يعني عايزين يجيبوا مليك من نابولي، وبرده بيقول لهم خدوا برناردسكي، او تقريبا كده عايزين يدوا لهم مدافع تركي صغير قاعد على الدكه يعني هيدوه لهم، وكمان ان هم يدوا لهم مليك، فاللي هو بصراحه عبقريه عبقريه عبقريه، غير حوار ان هو عايز يخلص في ايكاردي ده. بصوا موضوع ايكاردي ده قديم، موضوع ان
باريس هيشتري ايكاردي ويديه يوفي، الموضوع ده كان الكلام عليه من 6 7 شهور اللي فاتوا، بس دلوقتي احنا وصلنا لحيز تنفيذ الخطه. تنفيذ الخطه ان هو يوفنتوس مش عايز يدفع فلوس، يوفنتوس عايز يدي لعيبه مقابل ايكاردي، فهيدوا لهم بيانتش. بيانتش كده كده خلاص الحكم صفر عليه وهم مش عايزينه. وكمان نسيت اقول لك المهم يا اسطى، هم عايزين يجيبوا جورجينيو. اه ما هو ساري اللي ماسك الفرقه، انت نسيت ان ساري وجورجينيو يعني علاقه ابوه خالصه. فقال له بص انا عايزين نجيب جورجينيو، ندي لتشيلسي مين؟ برناردسكي. هي قفلت على برناردسكي، هنديه لاي حد في المقابل ان احنا نجيب اللاعب اللي احنا عايزينه. غير يعني ان هم لسه بيحاولوا مع برشلونه في موضوع ارسور، وبيانتش اللي عمال يقول لك انا بدوف في بديل برشلونه يعني، بس يعني انا ما اتمناش الصفقه دي تتم ببرشلونه يعني. وكمان يعني لو دورت في انجلترا هتلاقي ان ارسنال يعني بيبيع بس ما بيشتريش حد. وارسنال الكلام كله دلوقتي على ان اوباميانج هيتباع لمين؟ اوباميانج اتحدد سعره 23 مليون، اللي هو كل الناس بتقول يا جماعه انتوا بتعملوا مع اوباميانج زي ما ليفربول ما عمل مع سواريز بالظبط، اللي هو يا جماعه ده النقطه المضيئه عندكم، يعني انتوا هتبيعوه ازاي؟ انتوا بتفهموا ولا الدنيا بالنسبه لكم عامله ازاي؟ ومش عايز يعني قبل ما ننسى موضوع برشلونه عايز اقول لك ان فعلا برشلونه اتقدم بعرض لساندرو تونالي لاعب بريشيا، وبريشيا هي اللي رفضت، قالت لك احنا مش هنسيب ساندرو تونالي ب 60 مليون، اللي هو عادي يعني بجمله التفاصيل. وعايز كمان اقول لك حاجه جديده يا اسطى، تيمو فيرنر راح تشيلسي يا اسطى. اه والله تيمو فيرنر راح تشيلسي، الكلام اللي جاي من بليد في المانيا ان هو خلاص تيمو فيرنر خلص في تشيلسي ب 60 مليون اللي هو الشرط الجزائي بتاع العقد بتاعه، وخلاص الموضوع بالنسبه له خلص، وان هو هيبقى لاعب في تشيلسي لحد 2025 بصفقه انتقال لمده 5 مواسم ب 60 مليون، وهتبقى صفقه ممتازه جدا لو تمت لتشيلسي، خصوصا ان تيمو فيرنر واحد من المهاجمين الممتازين جدا. بس برضه هو مش كان مرتبط بليفربول؟ لا، ما ليفربول قال لك انا هجدد لاليسون وهجدد لفان دايك بقى ومش عايز اشتري حد. والواد هيرفي اليوت اللي عمال يطلع لك تصريحات عجيبه، اللي هو بيقول لك انا ما رضيتش اروح ريال مدريد عشان خاطر صلاح وراموس والكلام ده، اللي هو حبيبي يعني ريال مدريد بيعيطوا عليك وهيموتوا على اللعيبه اللي زيك، بس ان شاء الله يعني. بالنسبه لريال مدريد، ريال مدريد كده في تركيا كان الكلام بيبدا عليها الاسبوعين اللي فاتوا، كانوا بيقولوا يا جماعه مش اشرف حكيمي هذا ولدنا؟ خلاص احنا نقول لبروسيا لو عايزين تشتروا اشرف حكيمي ادونا هالاند. الموضوع سهل وبسيط، ادونا هالاند يعني، عايزين يقعدوا شويه احتياطي البنزيما قبل ما يبطل كوره يعني. فانا مش عارف هم عايزين يلموا هالاند ليه، هم كده كده الحكومه بالنسبه لهم مخلصه المكان وما بيلعبوش اي حد يعني. لو هتجيب هالاند وتحطه الكريم بنزيما على الدكه يبقى انت عايز تشيل يعني شريحه كبيره من جمهور كره القدم، فخلاص يا عم خلي بنزيما زي ما هو، ويعني هتكون صفقه ممتازه بصراحه لو تم. سيبك من كلام الحكومه وبنزيما، بس هتكون صفقه عالميه لو تمت لريال مدريد. بس ما توقعش ان اشرف حكيمي هيحب ان هو يقعد في بروسيا فتره طويله، لان بروسيا الدنيا بالنسبه لها مش عارفه رايحه فين. بالنسبه لبروسيا برضو سانشو في كلام قوي جدا على ان هو رايح مانشستر، هو الكلام كان قوي على ان هو يروح تشيلسي، بس بعد ما تشيلسي قال لك احنا عايزين نجيب باك اللي هو تاجليفيكو او بن شيرويل، بعد كده سبحان الله يعني راحوا جابوا مهاجم اللي هو تيمو فيرنر، اللي هو في تشيلسي يعني بتحس ان هم بيعملوا تمويه وبيعملوا حروب اعلاميه، اللي هو احنا عايزين نجيب واحد هنا، لا ده احنا بنموه وهنروح نشتري واحد تاني، اللي هو احنا بنموه على بن شيرويل وليستر عماله تزل في اللي جابونا وتقول لنا هتدفعوا 100 مليون في باك والكلام ده، لا انا رايح اجيب تيمو فيرنر. بس صراحه سياسه تشيلسي مع لامبرد ومع رومان ابراموفيتش يعني اللي قرر اخيرا ان هو يدفع ويصرف فلوس عشان خاطر يجيب لعيبه، دي سياسه ممتازه وحاجه بتقول ان خلاص يا جماعه تشيلسي رايح لطريق كويس ورايح لتعاقدات حلوه ورايح كمان لفرقه شابه ممتازه. اما توتنهام فتوتنهام بص هو كانوا حاطين يا جارس بيل يا كوتينيو، وكوتينيو خلاص يعني بنسبه كبيره جدا بعد الدروب اللي حصل في مستوى بايرن ميونخ خلاص بالنسبه لبيل ما حدش في اوروبا كلها عايزه. وجارس بيل لا، جارس بيل المشكله بالنسبه له في الراتب، الراتب اللي لما نيوكاسل سالت وكيل اعماله على ان احنا ممكن نضم جارس بيل قال لهم لا ده ما بيلعبش عشان خاطر الفلوس، اللي هو طب ما هو قاعد في الريال بقى له 3 سنين عشان خاطر الفلوس، اللي هو انت بتشتغلنا، طب ما تقول له مش عايز يلعب في نيوكاسل، يعني قول ان هو عايز يلعب في نادي كبير في انجلترا، بس النادي الكبير ده هيديله فلوس كتير، فهو النادي الكبير ما حدش هيدي جارس بيل فلوس كتير لان خلاص كله يعني خلاص مش حد عايز يدفع حاجه. مين بقى فاضل؟ مين بقى لا بص هو ما خلاص يعني السيتي مش هيشتري حد، انا قلت لك خلاص هو بنوتشي وخلاص يعني الموضوع بالنسبه لهم خسران يعني. بس انا اغرب حاجه بتمنى ان هي ما اشوفهاش في الماركاتو ده ان فعلا يوفنتوس يخلص الموضوع بيانتش مقابل ايكاردي ده، احس ان هو لا في مشكله. وبرده كان في كلام على ان باولو ديبالا بيقولوا له روح باريس، وباولو ديبالا عايز يقعد في يوفنتوس، اللي هو يا جماعه انا حابب اليوفي وانا عايز اقعد في اليوفي مع عمو ساري، بس عمو ساري عايز يروح باريس، عمو ساري مش عايزه. وبالنسبه لباريس الكلام على كيليان امبابي وريال مدريد، وريال مدريد مش عايز
نجيب صفقات كتيرة جدا مالية، لأن الكلام على كيليان امبابي هتبدأ من 100 ل 150 مليون، والكلام هيبقى كتير جدا. وبرضه نفس الحوار بتاع ليفربول، ما أعتقدش إن ليفربول هيبقى يكون عنده سيولة موجودة تبعه علشان خاطر يشتري بيها لعيبة، إلا بقى لو فعلا هيبيع ساديو لريال مدريد وهيحط 100 مليون على فلوس ساديو وهيروح يشتري بيها كيليان امبابي. حس الملكات في أوروبا كده يعني، في شدة من ده تحت عندها، واللي هو أبجني تجدني ونعدي الليلة ونظبط الدنيا مع بعض. حاسس إن الملكات في أوروبا السنة دي يعني موضوع كورونا ضيع الدنيا في الماركات، وغير ان برضو الانديه مفيش حد عايز يصرف كتير، ومفيش حد عايز ان هو يشتري لعيبه كتير عشان خاطر الازمه اللي فيها مانشستر سيتي ما تطلبهمش، وان موضوع اللعب المالي النظيف والازمات دي كلها فكله بيلعب في السيف مود، كله بيلعب في المنطقه الامنه. والمنطقه الامنه دي بصراحه يعني منطقه ممتعه جدا للانديه في انجلترا في العالم كله، لان ما بقاش فيه لعيب متاح. بص احنا مش هنتكلم في الحوار ده، انا بصراحه اللي شايلني انا كمشجع برشلونه هي فكره ليه لوتارو وليه نيمار وليه كمان ميرلين بيانتش، في مقابل انك كنت ممكن تروح مثلا تتفرج على واحد زي هالاند، كنت مثلا تروح تفاوض على، بص احنا مش هنفاوض مع هالاند وكارد، احنا ما بنبصش احنا لعيبه فيها مستقبل، احنا عايزين نجيب لعيبه معديه الثلاثينات وحد يعني لسه داخل على الثلاثين زي نيمار، احنا فرقه الثلاثينات يابا. بس خلاص يعني هقول لك ايه، انا اللي نفسي اعرف موقف امه في الميركاتو ده الواد راكيتيتش، حتى فالنسيا مبقاش عايزين راكيتيتش، لا اتشيبيليا مبقاش عايزين راكيتيتش، خلاص يعني الدنيا بالنسبه له راحت فين.